هذه إحدى مبادرات جمعية الشارع الخيرية، وتقام بفضل من الله كل سنة في بلد، وهي مناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الله يرحمه ويغفر له. فهذه السنة إن شاء الله بتكون في الأردن لإفطار 4000 يتيم، والعام الماضي مثل ما حضرته كانت في مصر ل5000 يتيم. وسوينا إحصائية في الأردن، شفنا أن هذا أكبر عدد إفطار صائم في الأردن يقام بهذا الحجم وهذا العدد من الأفراد، ونحن خاصين أن يكون أيتام يعني. وتزامنا مع المبادرة هاي أيضا، نحن جينا قبل بثلاث أيام هني ونفذنا عدة مبادرات بين الأخوة اللاجئين السوريين واللاجئين الفلسطينيين. على سبيل المثال وزعنا إيجارات على بعض الأسر الأخوة اللاجئين السوريين اللي من سكان عمان، ووزعنا طرود غذائية على بعض اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، رحنا المخيم غزة، وبعدين أشرفنا على صيانة بعض البيوت في المخيم، وجاري إن شاء الله صيانة حوالي 500 بيت، منها يعني أقل شيء تغيير الصفيح الزنك الموجود مهتري قديم وكذا، فنحن نحاول إن شاء الله نغير هاي الصفيح.